بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. استرنا اليوم نقدم لكم درس جديد إن شاء الله أنه يكون درس بسيط وسهل. درسنا اليوم مهم، اللي هو راح نتكلم عن أدوات الممحاة. طبعا في ثلاث أنواع، اللي هي أداة الممحاة وأداة الممحاة الخلفية وأداة الممحاة السحرية. راح أعطيكم الدرس هذه أو الأداة عن الممحاة هذه في تطبيق على الدمج بين الصور. أول شيء نروح إلى المكان اللي نبي نجي فيه الصورتين، مثلا الصورة هذه والصورة هذه مثلا، بعد ذلك نضغط فتح. حلو، نفك عن هالضغط هنا أو القفل، بعد ذلك موافق. نروح نختار أداة التحريك عشان نحرك الصورة هذه إلى الصورة هذه. أول شيء نضغط على الصورة هذه، حلو، حتى يحدد عندنا أزرق كامل، بعد ذلك نسحبها كذا وننزلها بس ونركبها زي كذا. حلو، نروح نختار أداة الممحاة اللي هي العادية، بعدين نروح إلى أداة اللي هنا، بعدين الفراشة الأساسية طلعنا زي كذا. حلو، حنا راح نختار أحد الأدوات هذه اللي هي أداة الممحاة اللي تكون يعني فيها مثل التمويه. طيب نختار المقاس المناسب. هنا بالنسبة لسيل هذا التظليل، هذا هنا اللي هو قوة المسح، يعني مثلا هنا تمسح كذا، هنا لما تخففها كذا مثلا يكون المسح بسيط. فحنا راح نخليها مثلا 100%. مثلا نرجع الطبقة الأولى، نفك عنها القفل، بعد ذلك نروح هنا مثل ما قلت لكم اخترنا الممحاة هذه. بعدين إذا تبي تغير من الإعدادات هذه، المهم نروح مثلا نمسح كذا مثلا. نرجع من أول، طيب نرجع من أول، نمسح كذا. طبعا إذا تبي ترجع بس غير زي كذا. طبعا تقدر إنك تختار أداة التكبير، حاول تضغط النقاط الحالية، تضغط على الزائد هنا، بعدين تكبرها هنا، تقربها هي بس عدمه كذا. حلو، نصغرها مثلا كذا. نروح إلى أداة الممحاة، نرجع ثاني مرة نصغر المقاس من هنا. حلو، بعد نفس الأمر هنا. طيب حلو، طيب بعدين نروح هنا عشان نخفف تظليل، عشان نبي نجي المنطقة اللي هنا. طيب نحاول نحنا، طيب نروح إلى هنا مثلا، بعدين نضغط على هنا. شوف مثل ما تلاحظ معي للحين باقي، يعني باين الأبيض. الطريقة اللي هي نختار أداة الممحاة هذه اللي هي أداة الممحاة الخلفية، اللي هي أي لون أبيض تمسحه، بس المشكلة أنها راح تأخذ من الرأس، يعني راح يأثر. فنرجع هنا نكبر، نرجع إلى أداة الممحاة الأساسية، نحاول نحنا نقص يعني يكون من بعيد لبعيد. طيب نفس الأمر هنا، في حد أسود نحاول نحنا. طيب مثلا أعتقد كذا يعني تحس الدمج يعني كويس شوي. إذا تبي تغير بعد مثلا تمسح اللي هنا، معليش تمسح هنا مثلا، يصير هذا الحين احنا دمجناها عن طريق أداة الممحاة هذه. يعني الحين علمتكم طريقة اللي هي الممحاة وكيف تختارها من هنا وتغير إعداداتها وقوة الممحاة من هنا. طبعا هذه الممحاة الأولى. طيب أقدر أني أسوي الدمج بطريقة ثانية، مثلا أني أروح أخذ الطبقة هذه أحطها هنا. حلو، ونطبق نفس الطريقة، يعني هذا بالنسبة للممحاة. يعني مثلا هنا هذه بعد، يعني هذا بعد دمج ثاني للصورة.
هي على فكرة اختيار الصور اللي تكون يعني تقدر انك تمسح او تعمل لهم دمج ممتاز. فهذه الأداة الأولى للمحاة. لو مثلا اخترنا الأداة اللي هي مثلا هذه، ما راح يطلع المسح تمام، شفت يعني يعطيك حد ما هو مموه. فنرجع إلى هنا ونختار مثل ما قلتكم اللي هي تجي تمويه عليها الحدود، وتختار هنا الحجم المناسب. أهم شيء إن الصلابة تكون هنا 0%، وهنا التسهيل. هذا بالنسبة لأداة المحاة الأولى. طيب نعمل لهم دمج. حلو، طريقة الدمج: أول شيء تضغط على الطبقة هنا، تضغط عليها موافق، بعد ذلك يربطهم. تقدر تروح إلى هنا دمج الروابط أو كتر إي مثلا اللي هي دمج. بعد ذلك نسوي نفس ما سوينا في الدرس السابق. أول شيء أو أهم شيء إنك تضغط على الصورة، بعد ذلك تقديم. حلو، بعد ذلك تضغط عليها مرتين اللي هي عشان نسوي لها حشو. طبعا عندك تضغط على الصورة مرتين أو تروح إلى حرف الإف هنا مثلا، تضع أي باترن مثلا. حلو، ولو تبي مثلا تضع تظليل داخلي هنا مثلا، بعد ذلك تضغط موافق مثلا، تظليل داخلي ما له داعي. نسوي طبقة اللي هي جديدة هنا، بعد ذلك نروح إلى الأنماط اللي أنا حملت لكم، نختار اللي هو مثل ما تكلمتكم اللي هو الإطار. طيب مثلا زي كذا، عاد تكتب حقوقك مثلا اللي هي حقوق التصميم مثلا هنا كذا. تمام، هذا بالنسبة للأداة الأولى للممحاة، وتعلمنا طريقة الدمج. يعني أعطيتكم درسين في درس، باقي أدتين بإذن الله الحين راح ناخذهم. طيب مثلا الأداة الثانية، نروح نضغط جديد، نفتح عمل جديد مثلا، العرض نكتب أي عرض ما في مشكلة، الارتفاع مثلا. بعد ذلك نختار مثلا اللون الأسود مثلا، بعد ذلك نرسم مربع أو دائرة مثلا بلون يكون مختلف مثلا اللون الأبيض مثلا. بعد ذلك نرسم هنا مثلا أي شكل أنا أقصد، لون أحمر مثلا. بعد ذلك نحولهم طبقة نقطية عشان نقدر نتحكم فيها. أداة الممحاة هذه اللي هي أداة الممحاة الخلفية، هذه هنا تكبر الحجم وتصغره على راحتك من هنا. حلو، أو كذا. هذه معناها اللي هي الأداة هذه أداة الممحاة الخلفية، إن أي لون أضغط عليه يكون في لون متناسق أو لون واحد يمسحها لي. يعني مثلا هنا اللون الأبيض مثلا نضغط عليه كذا، ما راح يحذف لي من الطبقات. أول شيء راح نضيفهم كلهم، ندمجهم مع بعض وتعلمنا الدمج. مثلا تضغط كذا راح يحذف لك اللون الأبيض فقط، الخلفية اللي هي تكون متناسقة بس. مثلا هنا اللون الأحمر ما شف، ما حذف لك الأسود مع أنه كان هم طبقة واحدة. يعني لو اخترت الأداة الأولى مثلا تحذف كذا، راح يحذف لك من الأبيض والأسود. لكن إذا اخترت هذه ما راح يحذف لك إلا اللون اللي يكون بس هو، يعني اللون اللي يكون مثلا الأحمر أو الأخضر. هذا بالأداة السحرية هذه، إن أي لون في التصميم كامل، مثلا اللون الأسود إذا ضغطت هنا راح يحذف لك كل شيء في اللون الأسود. مثلا تصميم اللون الأحمر يحذف لك فقط اللون الأحمر، يعني الألوان متناسقة. فهذه نستخدمها يعني في الصور، يعني إذا في لون معين تبي تحذفه من الصورة مثلا. يعني مثلا أضرب لكم مثال، بس أجيب صورة بإذن الله راح نضرب عليها مثال. مثلا الصورة هذه عندنا. حلو، مثلا نبي نحددها أو نحذفها، دائما نختار أداة التحديد ونحدد جزء جزء. لا، هنا مثلا نروح نضغط عليها مثلا كذا، مثل ما تلاحظ معي راح يحذف لك الأشياء اللي تكون متناسقة إلا اللون الأبيض. مثلا لو ضغطنا هنا راح يحذف لي أي شيء فيه لون أبيض. نرجع مثلا ونفس الأمر هنا نحذف. حلو، هذه بالنسبة للأداة اللي هي هذه، يعني فائدتها كبيرة، يعني توفر عليك الوقت مثل ما شفتوا قصيت الصورة. بعد ذلك إذا تبي عاد تكمل تصميمك تسوي لها قص، وبعد ذلك تعملها في تصميم. فتعلمنا حنا الأداة الأولى اللي هنا، بعد ذلك الأداة الثانية هنا، وبعدين الأداة هذه اللي هي المحاة السحرية، وهي إنك تحذف أي جزء أو أي لون يكون في الصورة.
طبعا الأداة هذه تسرح في قص مثلا المناطق اللي تكون يعني مثل الشعر، فمثل ما قلتكم هي أدوات يعني للمسح، احنا نقدر نستخدمها ونعدل عليها. الأداة الأولى اللي هي المحاة وشرحناها، وبعد ذلك الأداة الثانية. هذه بالنسبة لأدوات المحاة، وأعطيتكم درس بسيط عن الدمج. بإذن الله راح يكون في درس خاص بالدمج ودرس أيضا خاص في القص، لكن حبيت أعطيكم هذه أساسية، يعني إذا فهمت هذه ما راح تحتاج أي درس ثاني للدمج أو للإضافات. إلى هنا انتهى درسنا، إن شاء الله أنه يكون درس بسيط وسهل. وأعتذر أعلمكم لو الدرس يعني سريع شوي، لكن حبيت أسويه لكم، وأي استفسار أنا حاضر. مع تحيات أخوكم ريشة حالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.